بينا يلا بينا ترجي اتفضل. عاوز اتكلم على الترجي يا عز في حته ان مش معنى ان انا عاوز انزل اكسب يدخل عليا حته ان انا انسى ان انا لازم ادافع كويس. قدام فرقه هتعتمد بشكل كبير جدا من المتوقع انها تعتمد على الكاونتر اتاك. ليه يا ابراهيم؟ زي ما انا وعز متفقين، انا ايه اللي يخليني استعجل؟ أيوة. هو اللي عاوز يكسب، الزمالك اللي عاوز يكسب، الزمالك هو اللي في موقف صعب، الزمالك هو اللي معاه نقطتين، الزمالك هو اللي بيلعب على ارضه، الزمالك هو اللي عاوز يكسب. انا لسه عندي مباراتين نوعا ما قدام تونجيت السنغالي، مباراه سهله بالنسبه لي، هعرف اتعامل معاها كترجي وهعرف اكسبها. الزمالك في الفتره الاخيره هيمة ملاحظ ان هو عنده شويه سرحان، مرتبطه بعدم الربط مع بعض، مرتبطه بعدم التركيز، مرتبطه بشكل كبير جدا بالرقابه الدفاعيه. انا جبت حالتين في النواحي الدفاعيه للزمالك. الزمالك في النقطتين اللي عاوز اتكلم عليهم، الزمالك بيدافع كويس جدا، ونبدا نعرض الحالات، بيدافع بشكل كويس جدا بعدد كافي جدا من اللعيبه. يعني لما تيجي تتكلم بص هتلاقي امشي، لا عادي، اول لما اقول لكم نقف نقف بس، اقف هنا يا شباب، لا ارجع بس بس بس، عد كده كام لعيب في تيم الزمالك في الحاله الدفاعيه وبيدافعوا في مساحه قد ايه، التزام قد ايه من اشرف بن شرقي اللي واخد مكان عبد الله جمعه مثلا. مظبوط. هي الزمالك في الحاله الدفاعيه في المباراه دي يا هيمه لما بيلعب ب 4 3 2 1 هو بيدافع باسلوب 4 1 4 1، الاربعه اللي ورا زي ما هم، ثم طارق حامد، وبعدين الاربعه تاني اللي هم امام وفرجاني وهناك زيزو وهنا كان عبد الله جمعه هو اللي مع الكوره، لكن امام كان راجع كان بن شرقي هو اللي كان راجع مغطيه، ثم يوسف اوباما هو المهاجم الصريح. فاذا الزمالك كعدد بيدافع بعدد كبير جدا، لكن هل هناك تركيز؟ لا، في بعض اوقات كتيره جدا في سرحان من تيم نادي الزمالك. طب تعال نشوف بعض الحالات اللي بيسرح فيها لعيبه نادي الزمالك واللي بتكلفه رقابه سيئه. طيب تيم سيراميكا كليوباترا حط الكره في الطرف اليمين، هنا في مساحه. طيب نقف احنا كده بقى، دخلنا على الزمالك واحنا كنا بنتكلم على الترجي. مظبوط. انا خلاص عايز اقفل بقى ملف الزمالك حالا. هما حالتين بالظبط في النواحي الدفاعيه، ما انا عاوز اتكلم على النواحي الدفاعيه. اولا احمد عيد هنا لازم يقرب في ظهر محمود علاء، لان شادي حسين هنا لو الكروس معمول صح لازم يسبق ويجيب جول. ماشي. فاذا الرقابه الدفاعيه في دايما هفوات في الرقابه، اسرع شباب شويه في الحاله. يلا بينا. هنا شادي حسين فاتت الكوره، طيب اقف بس هنا، لا لحظه ارجع خطوتين وبص فرجاني ساسي بيعمل ايه. بس بس ركز يا هيمه، سيب الموبايل ثانيه. ماشي. بص فرجاني ساسي اللي قدام نقطه البينالتي هيمسك احمد ياسر ريان لمين؟ بص مين اللي مع الراجل ده بيشاور على احمد ياسر ريان. ماشي. مين اللي معاه بيشاور على 29؟ المفروض ان الونش راح له. طيب الونش لما راح له هنمشي يا شباب؟ الكروس اتعمل مرة واحدة، كان متأخر، سبق بس هو فينا، لا وهي على راسه نقف. اولا سبق الونش كمان، بس نقف نقف، اولا سبق الونش وسرق الونش واخد الكرة وحط ضربة راس جم على القايم الشمال لجنش. الكرة دي لو مع فرويد بيلعب بدماغه كويس جول. ده واحد. اتنين عبد الله لا هرجع ارجع يا شباب، وهي على راسه معلش عشان الرقابه دايما بتكلف الزمالك اخطاء دفاعيه. احمد ياسر ريان من اللعيبه اللي بتلعب براسها كويس. طبعا ماشي، ما انا فاهم طبعا. هنا الكرة دي لو فاتت من احمد ياسر ريان ومن الونش، الكرة دي جول مليون في المية لميدو جابر. مزبوط. على رجله الشمال وهو اشول ببطن رجله على شمال جنش، الكرة جول. ماشي. فاذا عبد الله جمعة بعيد جدا في التغطية العكسية. ماشي. يعني الكرة لو فاتت جول. ماشي. فاذا في مشكلة في الرقابة الدفاعية عند نادي الزمالك. ادي حالة. الحالة الثانية والاخيرة كانت الكرة الضربة الثابتة اللي كلفت الزمالك. اولا الكرة دي كانت فاول للزمالك، بص مين اللي عاوز يتلعب الكرة الفاول بسرعة؟ عبد الله جمعة. وبعدين عنصر المساجأة مات فيها، فافتكر ان انا كعبد بس اقف هنا يا شباب. مين اللي طلعه من بس طلعه من قدام الحكم؟ ده عبد الله جمعه. ليه عبد الله جمعه؟ جرى العرف ان دايما يا ابراهيم المدافعين اللي هم قصيرين اللي ما لهمش في العالي لازم يثبتوا في الحاله الدفاعيه في الضربات الثابته. ليه؟ صراع جدا في الارتداد، وواحد ضد واحد صعب ترقصهم. قيس على كده عبد الله جمعه كان في بايرن مثلا فيليب لام كان يعملها. فاذا عبد الله جمعه المفروض راجع ورا، والكوره هنا الكرة دي في هتنتهي بانفراد واضح وصريح من نص الملعب لاحمد ياسر ريان. ليه؟ بسبب عدم الربط وعدم الرقابة الدفاعية، وما تعرفش الزمالك هنا امام عاشور بيطمن بايده ورا مين هيثبت ورا. سريعا يا ابراهيم، ادي احمد ياسر ريان جوه ال 18. هنا انا مش عارف الزمالك عاوز ايه، عاوز يفسد الهجمة المرتدة من منشأها هنا، بس يقف امام عاشور بدأ يجيب ورا. طيب اضغط. برافو عليك يا عز.
وده اللي لازم تضغط عشان ماتش الترجي هنا لازم تضغط حتى لو الراجل هيكلفك ده اعتقد شريف دابو حتى لو هيفوت منك واحد ضد واحد لازم تعمل فاول لكن انت قررت ان انت تعمل ديلي للهجمه خلاص فهنا بس لما عملت ديلي للهجمه خليت الونش بدل ما يرد لورا ويلحق مكانه جاي وكانه بيقول لك لازم تفسد الهجمه من هنا ماشي. وبالتالي عمق الملعب في ظهر الونش عند الحكم اتضرب بس هو هنا طارق بالظبط وادي فرجاني ساسي اللي كان بينفذ الضربه طلع من غير ما يربط مع الباكين الاطراف فطلع قرر من نفسه ان هو يكشف الاوفسايد على احمد ياسر ريان لكن عبد الله جمعه واحمد عيد كانوا مغطيين التسلل في الراجل انفراد من نص الملعب يكلف الزمالك صحيح. كتير جدا فاذا اخر كلمه عندي لان الترجي متوقع انه يعمل الاسلوب ده وانا متوقع انه مش هيبدا بكره بويليام الراجل الايفواري في الطرف لانه بطيء شويه عادي جدا يبدا بانيس البدري وبن جيت وحمد الهوني دول الثلاثه لعبوا ورا وما تستبعدش ان هو يبدا بطه ياسين الخنيسي رغم ان هو مش وينجر بس احيانا بيلعب وينجر في الترجي نظرا لسرعته عشان يشتغل على الكاونتر اتاك الزمالك